اللاعب البلطجي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي المصري بعد تعديه على اللاعب المغربي محمد الشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز أمس بسب الدين له وبصفعه على وجهه. كل ده واتحاد الكرة النهاردة بيغرم حسين الشحات 20,000 جنيه فقط وإيقاف مبارتين عن أي لائحة تتحدثون. ده رسالة لكل الناس، اضرب زميلك بالقلم، سب له الدين وهتاخد إيقاف مبارتين فقط. مشهد كان سيء امبارح، مشهد ورب الكعبة هذا اللاعب المصري حسين الشحات لو في أي بلد محترمة لا يتم إيقافه على أقل تقدير سنة وسنتين عن مزاولة مهنة كرة القدم. الأمر امبارح محمد الشيبي مهما يكون استفزك، مهما يكون أشار إلى جمهور النادي الأهلي بأي إشارات، لكن يكون المقابل إن أنت تصفعه على وجهه وتسب له الدين وتشتمه بأمه وتشتمه بأبوه وتهدده إنك لو كنت لعبت من بداية المباراة كنت هتكسر له رجله. عن أي كرة قدم تتحدثون؟ عن أي بلطجة نحن نتحدث الآن؟ شيء غريب عجيب. واللي أنا عرفته إن محمد الشيبي اللاعب المغربي هيقدم بلاغ في قضية بقى جنائية ضد اللاعب حسين الشحات نتيجة سبه ونتيجة الاعتداء عليه، وهنشوف الأمور هتمشي إزاي في الفترة القادمة. لكن الصراحة كان مشهد مخزي مخزي مخزي.